من جاسم الشكراني مرزوق، هل صحيح ان انت دعيت لمؤتمر صحفي بدون داعي ورئيس اللجنه رفض هذا المؤتمر، وبالتالي تداخلوا بعض الاخوان وصار هرج ومرج باللجنه؟ المؤتمر صار عليه كلام كبير، مو انا اللي داعي للمؤتمر. المؤتمر تم دعوه من خلال الاخوان، لقاء تشاوري وبطلب من الاخ رئيس لجنه الانضباط، قال القرار لابد انه، لان خلال الاربع ايام الماضيه كان في كلام كبير على مستوى الاعلام، فلابد ان نطلع ونوضح بشكل عام. وكان الاقتراح انه يتواجد رئيس لجنه الانضباط ورئيس لجنه المسابقات ايضا لان له شان في الموضوع، ومحامي والمستشار القانوني بالاتحاد ايضا لتوضيح بعض النقاط القانونيه. تم الاتفاق عليه. الموضوع بالنسبه لرئيس مجلس الاداره انه مش موافق ولا مش موافق، كان معترض انه يكون في مؤتمر، وهذه وجهه نظره. ولكن الاخوان بشكل عام كان في توجه انه وافقنا على اقتراح الاخ رئيس لجنه الانضباط، وبالنهايه صار المؤتمر، انما بطلب مني انا وبإعاز مني انا، لا والله ابدا. خالد عندي انا بالنهايه واحد عود من الحزمه، يعني ما اقدر اتخذ قراري ولا اقدر افرض رايي عليه.